السلام عليكم. اليوم نروحوا القسنطينة وين فيه أشغال نتاع التهيئة نتاع الطريق، المخرج نتاع قسنطينة باتجاه طريق سيار شرقل، ولينطلق من جسر صالح باي باتجاه منطقة نفق جبل الوحش، وكذا الأشغال يعني الكونتورنومون نتاع التونال نتاع جبل الوحش، وكذلك فيه اشغال نتاع لو رونفورسمون ولا لا كونسوليداسيون نتاع الجسر نتاع صالح باي وبعض الملحقات نتاع الجسر دي بروتال نتاع الجسر نتاع صالح باي باتجاه كما قلنا المنفذ باتجاه طريق سيار شرق غرب عبر منطقة جبل الوحش. أترككم معنا بالفيديو، والسلام عليكم.